البنفسجي والأبيض لكل واحد فيهم له معنى طبعاً، بس الأبيض مختلفين على فكرة، أحاسيسهم مختلفة، ولازم بعدين نشيك ليش اخترت الأبيض البنفسجي. في فرق شاسع صح؟ الأبيض دائماً هو سلام، دائماً يعطي أن أنت وصلت لمرحلة خلينا نقول ناضجة أكثر. وبعد الناس اللي يحبون الأبيض ناس جداً مرتبين، متفائلين، متفائلين ومرتبين. ليش؟ لأنه هو لون يعتبر حساس، فصعب أن أي حد ممكن يقدر يلبسه. اللون البنفسجي لون يمكن بصدمكم بمعناه، هو لون شوي يعتبر كئيب. أوف معقول؟ بس في تدرجات، في تدرجات. وأحلى بنفسجي ودائما يمكن هو ترند على فكرة في 2024 اللي هو اللافندر. بس البنفسجي يعني ممكن شوية بعدين بنتناقش أنا وأنتي ليش اخترتيه.